أنا خالد الزبير، مصمم داخلي، صاحب شركة بلان ديزاين، عمري 25 سنة. رسالة شكر، أكيد أول شيء بدي أوجه رسالة شكر لوالدتي، للأمانة دعمتني كثير في حياتي، وأصدقاء والله كثير، بس والدتي كانت لها جانب كثير كبير في حياتي، وهي اللي تركت بصمة. للأمانة هي شجعتني كثير على موضوع التصميم الداخلي وهي الشغلات. أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة المصمم خالد الزبن. بداية سعد مساك. سعد مساء. كلك زو. في البداية تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا خالد الزبن، مصمم داخلي، صاحب شركة بلان ديزاين، عمري 25 سنة. تحكي لي أكثر عن بداياتك، أنت كيف دخلت على مجال التصميم الداخلي والخارجي؟ مجال التصميم الداخلي، هلا بالبداية أنا كنت بشتغل في منجرة وأنا يعني شوي صغير أيام الدراسة، وبعدين تطور معي الموضوع، بلشت بدراسة التصميم الداخلي وبلشت أول شركة قبل تقريبا 5 سنوات، وصار فترة في انقطاع، وهلا رجعنا على الأردن عشان نبلش شركة جديدة، بلشناها باسم بلان ديزاين. نعم، بتوفي شو هي أهم الخدمات اللي عم بتقدموها عندكم؟ هلا أهم الخدمات اللي بنقدمها بعبارة عن ديكورات كاملة، خدمات التصميم الداخلي وتجديد المنازل، وأي شيء بيتعلق بالديكورات يعني. نعم. بس شو اللي عم بيميزكم عن الشركات الثانية؟ اللي بيميزنا احنا عن الشركات الثانية ان الاسعار يعني لطيفة، تعتبر بمتناول الجميع. عم بنحاول نوصل فكرة للناس انه مش شرط انه نتعامل مع شركة تصميم داخلي انه تكون الاسعار باهظة، عادي ممكن تتعامل مع شركة تصميم داخلي تكون الاسعار لطيفة. يعني اي حدا بيقدر انه يستعين بشركة عشان يرتب بيته. نعم، بس تحكي لي شوي عن اهم المشاريع اللي انتو استلمتوها. اغلب المشاريع اللي حاليا استلمناها اغلبها بتتعلق في بيوت، اشتغلنا بيوت كثير، منازل كثير، ويعني في شركات يعني صغيرة اشتغلناها، محلات تجارية، محل فير فليبر في شارع الجامعة. نعم، ما هي رؤيتكم المستقبلية؟ انتو شو حابين تعملوا لقدام؟ هلا احنا بالمجمل يعني صراحة هدف الشركة عندنا هون انه نبلش الشركة تبعتنا انه نساعد الناس ترتب بيوتها باسعار يعني لطيفة نوعا ما، للناس تقدر تتحمل التكاليف هاي، لانه باغلب عندنا بالاردن شركات التصميم الداخل بتطلب اسعار كثير باهظة. طبعا احنا عندنا مشاغلنا الخاصة، فبنيجي بنبلش مع زبون بمراحل انه بنعرض عليه تصميم بيته، بعدين بنبلش نعطيه الاسعار، فالتكليف دائما بتكون عندنا بسيطه نوعا ما. طبعا احنا بنشتغل كمان بمجال الديكورات الاونلاين، بنبيع دي اونلاين على صفحتنا. عم بنحاول كمان نعمل ثقه بيننا وبين الناس، لانه عندنا بالاردن صار في بطلت الناس تثق بالبيع اونلاين، فعم بنحاول نغير هاي الفكره. نعم، نبيع شغله هاي كواليتي وبسعر لطيف نوعا ما كمان. بس اصلا شو هي المشاكل والمعوقات اللي انتم عم بتواجهوها بهذا القطاع؟ هي المشاكل زي ما انا حكيت لك انه الناس بطل عندها ثقه بموضوع انه تشتري شغله اونلاين عند الفيسبوك، خاصه بشغله الديكورات، لانه عمالها الناس بتشوف صوره تشتريها على الفيسبوك واللي بيوصلهم على البيوت دائما بيكون إشي تاني، فهاي اكبر مشكله عمالها بنتحداها، لانه الناس بطلت تثق في شغله اللي هي الشراء عن طريق الفيسبوك. نعم. شو بتحب توجه نصيحة للشباب وخصوصا العاطلين عن العمل اللي بيحملوا ثقافة العيب حاليا؟ ثقافة العيب، الأمانة أنا كشاب كنت عايش برا البلد، فثقافة العيب كثير عندنا منتشرة، إنه الشباب بصراحة مثلا بيستحوا يشتغلوا شغلة معينة أو إشي. أنا ما عندي هذا الإشي، أنا بشتغل أي إشي ما عندي مشكلة، مقابل زي ما بيحكوها إنه أبلش بأي شيء مقابل إنه أوصل الهدف اللي أنا بدي إياه بالآخر. ثقافة العيب هي ثقافة منتشرة عندنا بالمجمل يعني، ف إذا توجه كلمة للشباب نقول لهم يعني صراحة اشتغلوا، اشتغلوا أي إشي مقابل توصل الهدف اللي بدك إياه، ابدأ بما تملك حالياً عشان توصل اللي أنت حاب توصله بالنهاية. نعم، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ أول شيء هو شرف كثير عظيم لي إني ألتقي بصاحب الجلالة، وللأمانة حاب أوجه له رسالة إنه عشان يدعمنا إحنا الشباب كمستثمرين نوعاً ما صغار،
وانا كشاب جاي على البلد يعني بعد غياب فترة وبلشت الشركة هاي، انه يدعمنا ويساعدنا بمشاريعنا حتى لو كانت صغيرة. للأمانة تعتبر استثمار ناجح للبلد، يعني لو كانت صغيرة بس للأمانة دعمها حيكون اشي كثير لطيف وحيعنينا كثير احنا كشباب. بس اكيد انت في حدا ترك بصمة بحياتك واعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة، فانت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ يعني رسالة شكر، اكيد اول شيء بدي اوجه رسالة شكر لوالدتي، للأمانة دعمتني كثير في حياتي، واصدقاء والله كثير، بس والدتي كانت لها جانب كثير كبير في حياتي وهي اللي تركت بصمة. للأمانة هي شجعتني كثير على موضوع التصميم الداخلي وهي الشغلات. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقع الشركة وطرق التواصل. احنا عندنا موقعين، عندنا موقع اللي هو بشارع الجامعة مقابل المستشفى، هذا موقع مكتبنا، وموقع مشغلنا البيادر الشركة الصناعية، وممكن يتابعونا على السوشيال ميديا باسم بلان ديزاين جو، ورقم التلفون نتركه على الشاشة. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر المصمم خالد على حسن استضافته لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت عشتنا، شكرا لك. أهلا وسهلا. كل سنة.